يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجي برجع لكم بمقطع جديد من الفرق. أول شيء حاب أعتذر عن السحبة تقريبا 5 أيام ما نزلت شيء لأنه كنت مشغول بحاجة ثانية بتكلم عنها في نهاية المقطع. الزبدة اليوم رجعت لكم بمقطع مختلف عن العادة. مقطع اليوم كله أخبار من الفرن يا رجال. أول خبر لقيته اليوم جاني في الواتساب مكتوب فيه السعودي يا رسالفة للبيع. أنا أول ما قريت العنوان ده كنت حاسب إنه الموضوع ده كذب في كذب وسحبت عليه. وبعدها جاني واحد ثاني ورسل لي نفس القصة فقلت خليني أشوف إيش صاير. وأول ما فتحت الرابط ودخلت موقع العربية .net ولقيته من 20 القصة دي وكاتبين سعودي يعلن عن سالفة مضحكة للبيع أعلنت مصادرنا. وبعدها قلت ان دول كذابين ومصادر امهم من الكيس. من متى الشعب بدا يبيع هروج؟ فقلت خليني اتاكد بنفسي ودخلت موقع حرج. لقيته من جد قاعد يبيع السالفه يا رجال وكاتب سالفه مضحكه للبيع. واللي انجلط منه اكثر شيء التعليقات اللي جاته. اول شيء خوينا كاتب سالفه للبيع ما حد يعرفها مشوقه مدتها 8 دقائق مضحكه جدا مناسبه لجميع طبقات المجتمع بدايتها قديمه ونهايتها جديده السوم 50 ريال رجع عدم بخص السالفه. وبعد ما نشر الاعلان الشعب بدا يفاوضوا على السالفه. اول تعليق يقول لك عندي لك حكمة ونقطة راس براسة وتزودني على نصيحة. وجارد عليه وقال له لا يا اخوي ابيع والله للحاجة ومالي في البدل والنصائح. وجاء اللي بعده كتب له هل تقبل التقسيط عن طريق الراجحي؟ وجاء قال له لا ما اقبل التقسيط. اللي بعده كتب له لك في البدل قصيدة نصفه وقال له لا مالي في البدل. الشعب منتهي الصح يا رجال. المشكلة ان الخبر يقول انه اللي عرض السالفة للبيع خريج لغات وترجمة ومعاه دبلوم من جامعة ساوثهامبتون جنوب بريطانيا مدريش. يعني الادمي فاهم ودارس الموضوع قبل ما يبدأ في التجارة دي. واول ما عرض السالفة للبيع جاله اكثر من 200 اتصال من كل دول الخليج يطلبوا انهم يشتروا السالفة والاسعار بدأت تطير في الجو. انا اول ما قريت الموضوع ده ضحكت عليه وقلت والله الادمي ده فاصل وفاضي. بس بعد ما فكرت من جديد قلت لا والله دي شكلها تجارة رابحة ولسه ما حد سواها غير الادمي ده. عشان كده خلينا ندخل السوق من بدري ونكسر الدنيا لانه لسه ما في منافسه والمجال جديد. عشان كذا حاب اعلن لاول مره اني دخلت مجال بيع السوالف الله يرزق الجميع من واسع فضله. تعرف انه عندي حساب انستغرام منزل فيه لصورتين بس واخر صوره قبل 2 ولا 3 شهور تقريبا. بس المره دي لاني دخلت مجال بيع الهروج بنزل صوره خصيصا للشيء ده وبحط لكم رابطها تحت. اول ما ينزل المقطع ده بكون نزل صوره جديده بيكون مكتوب فيها مواصفات السالفه والسوم بيكون في التعليقات وبرد على اكثر التعليقات باذن الله بشرط انها تكون مزايدات. اذا ما عندك جديه ولا زي ما قال الرجال بتبخس الهرجه بتبخس السالفه فكنا من شرك بالله الموضوع ما هو مزح. الزبدة انه الخبر الثاني لطيار نزل بمروحيته عشان يسأل عن الاتجاهات. شوفوا المقطع. انا اول شيء فكرت فيه انه الشيء اللي قاعد يسوقه ما هو ديتسن عشان يضيع الطريق. كيف طياره ومعاه مروحيه عسكريه ومجهزه باحدث التقنيات والخرائط والاجهزه مدريش ويضيع الطريق؟ انا قلت انه التفسير ذا ما هو منطقي وقالوا كذا عشان يغطوا على القصه الحقيقيه. وبعد ما بحثت وحققت واستنتجت في الموضوع هذا قدرت اجيب 3 تفسيرات منطقيه. التفسير المنطقي الاول هو انه راعي المروحيه ذا يدخن وخلصت عليه الولاعه في الجو عشان كذا نزل بالمروحيه عشان يجيب ولاعه. والتفسير الثاني هو انه خلص عليه شحن الجوال في الجو وهو يصور سنابات ونسي شاحن في البيت عشان كذا نزل بالمروحية عشان يدور شاحن. والتفسير الثالث هو انه راعي الشاحن ذا خوية الطيار والطيار متسلف من راعي الشاحنة 30 ريال ونزل بالمروحية عشان يرجعها. يعني عندهم امانة على عكس بعض الناس. انت لسه تحسب ان نسيت 30 ريال؟ انا ما نسيت. الزبدة انه الخبر الاخير هو انه جاني استراك حار من الفرن عشان كذا كنت ساحب في الايام اللي راحت. طبعا جاني الاستراك على المقاطع الطبيعية. المقاطع دي ما هي حقتي وبصراحة انا ماني فاضي اني اشتري طيارة واطلع اوروبا والصين وكندا واقعد اصور الطبيعة عشان مقطع واحد. طبعا انا كنت ساحب لانه
لأنه كنت أتفاوض مع الرجال اللي أدان الاسترايك، وبعدها كلمت شركة أنا متعاقد معاها عشان يكلموه، وكلمنا أكثر من مرة بس رفض. صامل صح يا رجال، هذا شيء لاحظته في الغرب، ما عندهم شيء اسمه خلاص ما دام أنت اعتذرت بشيل منك الاسترايك. الغرب لو شلت منهم مقطع ما يسامحوك، لو إيش فرق السماء والأرض بيننا وبينهم؟ أنا كم مقطع شايله من اليوتيوب العربي وما قد جاني على استرايك نهائيا، وكم مقطع انشال من قناتي وما قد رفعت على أحد استرايك ما عدا واحد لأنه مسوي إنه أنا وقاعد يسبسب الناس باسمي، والوضع حبي وما في حق، بس الغرب غير. الزبدة أنا عارف إنه أكثركم يحبوا مقاطع الطبيعة دي اللي كنت أنزلها من يوم وفتحت القناة لين آخر مقطع، وأنا برضو كنت أحب المقاطع دي أكثر منكم لأنها تريحني في التعديل وما تأخذ وقت وكذا تفتح النفس. بس في شيء اسمه ملكية الحقوق الفكرية، أنا ما أمتلك المقاطع دي ولا إني صورتها، بس كنت أستأذن من أصحاب المقاطع دي قبل ما أشيلها، بس نسيت أستأذن من ذا. بس ما هي مشكلة، الواحد يغلط ويتعلم من غلطه. وعشان جاني استرايك أنا فتحت قناة احتياطية عشان لا قدر الله لو صار شيء للقناة دي بنكمل في الثانية، وحاليا ما أدري إيش أنزل فيها بس شيء ذا يرجع لكم. وعشان فتحت قناة جديدة قلت خليني أنزل مقطع ما حد قد سواه في اليوتيوب العربي على ما أعتقد، المقطع جدا متعوب عليه، بحط لكم رابطها تحت وفجروا أبو أمها اشتراكات. وترى ما كنت أمزح في هرجة بيع السالفة، المزاد في الانستغرام. وبس كانت كل اللي كان عندنا نشير في قناة الظلام القافلة، ولا تنسوا تكسر زر لايك لليوتيوب تكي. نشوفكم في المقطع الجاي إن شاء الله. وآها peace. Ever since I left the city you got a reputation for yourself now. Me, what you mean? What? Woohoo! Oh, mammal. Oh. Oh, you shit. No, sorry. You. Sorry. Oh, you. Yeah. They got the guy hanged. About three of them had to fight with what? The guy getting hanged up. Sorry, told him down. They can't just come. Woohoo! Hey, hey. Talking all this stuff. I mean, هاي مع انه المقطع ذا يحزن بصراحة ويظهر لنا اضرار المخدرات.